يستهل الخبر الدولي من نيويورك، فخلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول دور الدول في الوساطة، قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني إن نجاح كل عملية وساطة يتطلب تضافر أربعة عوامل حددها في حنكة القيادة لدى الوسيط وحياده وحصافة رأيه والرغبة الحقيقية للأطراف المعنية بهذه الوساطة. كما شدد المسؤول المغربي على ضرورة إشراك البلدان المجاورة في إطار مقاربة إقليمية تكمل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. في تقريرها السنوي، أدانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أمنستي إنترناشونال الموجود مقرها بلندن، أدانت اليوم بقوة السياسة الإفلات من العقاب المتبعة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والتي يسيطر عليها البوليساريو. على هامش تقديم هذا التقرير بلندن، أكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية أن الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي كرس حقوق الإنسان ولا سيما حرية التعبير والمساواة بين الجنسين.